جوهر بن بركة المسؤولية مشتركة، ولكن علاش وصلنا للي وصلنا اليوم في التربية والتعليم؟ السبب الحقيقي الأصلي هو أنه منظومة التعليم العمومي مستهدف، هذا هو السبب. يعني ونتحدث شوني فهم الحديث برشا على التعليم الابتدائي والثانوي، لكن نفس الأزمة موجودة الآن وبدأت تتضخم وتأخذ حجم كبير في التعليم العالي. الحقيقة هو أنه عنا سياسة اقتصادية ماشي فيها البلاد منذ سنوات قائمة عمادها هو تخلي الدولة على التزاماتها الاجتماعية، وتخلي الدولة تدريجيا على المرفق العام، والتعليم هو أحد المرافق العامة وهو مرفق عام مكلف، وسياستنا الاقتصادية وتعليمات المانحين وتوجهات حتى الأحزاب الحاكمة في تونس الآن هي مجاراة النسق في التخلص من المرفق العام أو تخفيف أعباء الدولة في علاقة بالمرفق العام. إذن النتيجة هو أن الجامعة التونسية، التعليم الثانوي والتعليم الأساسي في أزمة غير مسبوق، أزمة حياة أو موت بكل صراحة. الآن نحن في مفترق طرق. المدرسة العمومية اللي هي أحد أركان الجمهورية في تونس، سي أن بيليي دو لا ريبوبليك، لأنه الجمهورية التونسية تكونت في المدرسة، لابارتونونس كومون، ضربنا القبلية في المدرسة، ضربنا العروشية في المدرسة، ضربنا الجهوية في المدرسة، كوننا الشخصية التونسية ليدنتيتي دو تونيزيان في المدرسة. احنا التوانسة كلنا عندنا طابع فراه مش موجود في العالم، موجود كلنا على ذراعاتنا من هون، مش مطبوعين التوانسة الكل، كلنا أجيال وراء أجيال في المدرسة. هذاك ما فما حتى في بلاد في العالم التوانسة تنجم ديتكتيف. هذاك المدرسة التونسية هي الإطار اللي تكونت فيه الجمهورية. اليوم المدرسة والتعليم العمومي في تونس في خطر محدق وخطر حياة أو موت. الملاحظة الثانية هو أنه كل نجم نقيمه كل المسؤوليات ونقيمه أداء الحكومة، أداء الوزارة وأداء النقابات أيضا، مش عيب أنه نقيمه أداء النقابات، ولكن شيء أنا أعتبره كمربي خط أحمر لا يمكن أن نتجاوزوه مهما كانت الصعوبات ومهما كانت الأزمة، ما يلزمناش نتجاوزوه، هو تكسير الثقة القائمة بين التلميذ والمربي وبين الولي والمربي. هذا مجال مش مجال لعب وتنافس سياسي أو مجال تخلص أو تحميل مسؤوليات. مسألة هذه مسألة في غاية الدقة. أنا تو سمعت بكري الأساتذة غير مبالين بالتلاميذ، الأساتذة يهددوا في أبناء الشعب، الأساتذة يعاقبوا في جيل كامل. هالنوع من الخطاب سيدي ما ينجم إلا يدور في رحى يعني تحطيم ما تبقى من علاقة الثقة والاحترام بين المربي والتلميذ. أنا شو نقول لكم حاجة ونحب نقولها للتوانسة الكل وبصفتي مواطن وبصفتي مربي. 120 قلت أنت 120 ألف طالب مهددين بالسنة البيضاء، مش صحيح. فما احنا المهددين بالسنة البيضاء، الأساتذة قبل الطلبة، لأنه احنا ما نحبوش تكون سنة بيضاء، احنا مهددين. تعرفش علاه سنة بيضاء؟ ما نفشلنا في مهمتنا سنة كاملة. احنا سنة كاملة نقريو ونبذلو في جهد وندرسو ونكونوا، ومن بعد تعدينا سنه بيضاء يعني ما فما حتى نتيجه لهذا، احنا فشلنا. يعني الاساتذه والمربين هم المهددين بالسنه البيضاء قبل التلامذه اصلا، لانه هذه مهمتنا احنا ان ننشحوهم ونوصلوهم ونقريوهم، واحنا نعديو معاهم وقتنا اكثر من اوليائهم. مهتمين بأمورهم اكثر منهم. نعم. اكثر من الاولياء. دونك ما نحاولوش نلعبوا على المساله هذه، لانه هذيك نكملوا نهدموا ما تبقى من المدرسة العمومية. ثم التصعيد زادة تاع الوزارة غير المبرر. توا اليوم باهي الأساتذة عملوا حجب أعداد، يطلع وزير التعليم ويقول مش نحجب الأجور، حجب حجب، وبعد يطلعوا لنا يعني حديث أكاد مش يحجبوا الأساتذة أصلا، مش دخلوهم الحبس 8 شهور حبس. معناها 80 ألف أستاذ يخدم. نعم. في التعليم الثانوي. فرقوا ما بين الخطاب والفعل. إيه؟ الخطاب شيء، أما الفعل مش ممكن ما تقريهش، راهو الخطاب عنده تأثير وتحطمه في مستقبله، وتقول لك وتخرج الشارع تقول التصعيد التصعيد بعزيمة حديث. لا لا لا، شوف مستقبل التلامذة في عينينا أكثر من أي حد آخر.
تلميذ خذها طلبة الإدارة والمشكلة سامحني اللي خذها صفر باش يقلبوه سامحني اللي خذها صفر باش يبلغ عليه شوف شوف ثم الخطاب السياسي كلام أما بالملموس تقول لي شنا مش هذا موضوع لا دقيقة واحدة دقيقة واحدة قول فقرة رأي يا جوهر خلينا نتعداو للفقرة القادمة قول ربي فشل يا خويا مالك شهرية تاع كام عام كامل تاخذ فيها ما لاباس ما هو انت فشل انا كلمتك بوهم وفشل راجع الفلوس الدولة كيفاش انت راجع الفلوس هذا حديث هذا هذا ما ينجم الحديث هذايا يجي من المسؤول ما ينجم الا يزيد يصب الزيت على النار ما يخففش الازمه يا ولادي نقعدوا في صراع نقابي انا مش انا مش ندخل ندخلوا الاولياء وندخلوا التلامذه ونكسروا ثقه التلامذه في اساتذتهم باهي غدوه تتنحى الى الفقره القادمه يا جوهر على جاي احنا مش نلقاو روحنا قدام الطلبه وقدام التلامذه ما هو مش نسكروا على روحنا قسم مش نقريو هذا يساعدكم انتم كاولياء انت كولي يساعدك انه غدوه ولدك يمشي لدى استاذ ولا استاذه ما يحترمهاش ما يعتبر انها قاعده تهدد فيه يعتبر انها قاعده تدمر فيه يعتبر انها قاعده تدمر في مستقبله اي جوهر الى الفقره القادمه ما يتقالش هذا مساله اخلاقيه قبل السياسه وقبل النقابه.